سيداتي أهلي وسهلي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من استاد نادي الزمالك، وننقل لكم مباراة في الدوري العام بين نادي السكة حديد ونادي الترسانة. بيلعبوا في استاد الزمالك لأن ده معتبر ملعب السكة الحديد، لأن النهاردة المباراة بتاعة السكة الحديد. شايف أنا الترسانة نازلة كاملة لأن مصطفى رياض انضم للشاذلي، ونزلوا كاملين تقريبا هقول لكم الفريقين، لكن بدي أقول لكم إن الترسانة الآن هي بتنافس على القمة، لأن الإسماعيلي عنده 19 نقطة بعد النادي الأهلي في المقدمة بست نقط، وبعديها الترسانة 18 نقطة، فبتحاول النهاردة تاخد نقطتين علشان تسبق النادي الإسماعيلي، لأن النادي الإسماعيلي فاضله ماتش. يحكم هذه المباراة حكم الدولي الديبة، واللبس افتكر انه هيضايقكم شوية، لانه الترسانة لابسة غامق اللبس الازرق بتاعها، والشرط ابيض وفي خطوط بيضاء، الشرط ابيض باين جدا اهو، والسكة حديد لابسة الفانيلا الغامقة بتاعتها. وهقول لكم على الفريقين، لان الديبة عمل القرعة، ف السكة الحديد وهو ده ملعبه هيمثله النهاردة مصطفى عجيبة في الجول، محمد السيد والسمني وابراهيم يكن وسيد مسعد ورا، في النص فيه رضا الجمل وعبد العظيم وكمال عثمان، في قدام محسن عبد الغفار وابراهيم فرحات ويسري حلمي. اما فريق الترسانة فيمثله حسن علي، حسن فريد، مصطفى منصور، رافض مكي، يحيى سيد ورا، في النص في شاكر عبد الفتاح والحملاوي، وقدام هيلعب الجمل ومصطفى رياض زي ما قلت لكم نزل بعد ما كان متعور جنب الشاذلي، ومحمود عوض وينج شمال. وانا بجيب الاسماء لقيت كلهم بيقولوا المحمود عوض مبروك، كل سنه وانت طيب، وعقبال 100 سنه. سالت ايه يا محمود؟ قال لي ده 24/11 سنة 51 كان عيد، كان مولده، النهاردة يبقى عيد ميلاده، فلقيت كلهم بيشاركوه. الحقيقة روح جميلة، ويعرفوا كده اللعيبة ان العلاقة اللي بينهم وبين زملائهم وبين الأندية الأخرى كلها كويسة. بيحكم هذه المباراة حكم الديبة اللي احنا شايفينه بيكلم دلوقتي وبيدي تعليمات للي بره، وبيساعده ماجد مرسي. الديبة كان بيلعب في اتحاد اسكندرية وكابتن اسكندرية ومنتخب مصر، ماجد مرسي كان بيلعب في نادي الزمالك وينج يمين، عبد الله فكري الثالث بتاعهم. على يمينك نادي السكه حديد باللبس خالص، اللبس الفاتح بتاع الترسانه بين الخطين البيض الحمد لله جدا، والشورت الابيض هيبقى مفيش اي صعوبه. وهنبدا المباراه، وبدات الشوط الاول بدا، السكة حديد بتنقل نقلتين ثلاثة، ونمرة 11 يسري حلمي تاخدها الترسانة، وبيلعبها حملاوي طويلة قوي قدام، تترمي الاوت على يمينك السكة حديد، والفاول ده على السكة حديد. ترسانة عندها 18 نقطة زي ما قلت لك، السكة 12 نقطة، لعبة صغيرة الحملاوي بيخش، عبدو عبد العظيم بره، اوت بتاعت الترسانة، يحيى سيد الباك الشمال طويلة قدام لمحمود عوض، ياخدها منه محمد السيد، تتلعب تاني لمحمد، لازم شوف نط على الكورة ومن غير ما يبص، طبعا ما خدهاش،
وكانت النتيجه تاخدها الترسانه وفي اثنين اوف سايد، في اثنين اوف سايد، في اوف سايد، والشاذلي سامع الصفاره وكل حاجه يقول لك احطها في جول عجيبه، لكن عجيبه صدها. ومتفرجين الترسانه اللي هنا بيزعقوا شاذلي شاذلي شاذلي، هو هداف الدوري العام، ربنا يديله الصحه و العمر، لانه هو يمكن من اكبر اللعيبه سنا هو مصطفى رياض، وبالرغم من هذا محافظ على صحته وتدريبه. وفي تاني الشاذلي برضه، شايف شايف الشاذلي مستني اي حاجه علشان يخلص الماتش من بدري، عاوز يخلص الماتش من بدري الشاذلي. لكن السكه حديد اخر ماتشات ليها كانت كويسه وعندها 12 نقطه، فين بتتلعب سكه حديد؟ بياخدها ابراهيم فرحات ويلعبها النمره 11 كمال عثمان. حسن فريد ترسان حملاوي جاله مش هيقدر يديله خلاص، والجمل ممسوك، في اتنين جمل عندنا، الجمل ده اللي في رجله الكره وماشي بتاع الترسانه، وفي رضا الجمل نمره 4 من السكه حديد. بينقلها الحملاوي ويخش بيدي الشاذلي برضه، بتتقطع شاكر، سكه حديد ماشيه، محسن عبد الغفار ويحيى سيد، ترجع تاني الترسانه بتحاول تضغط، وفي اوفسايدين ثلاثه كانت من تقدمها ازيد من اللازم، لكن لسه السكه حديد ما طلعتش قدام. حملاوي ماشي الجمل بره، عاود مدي كورنر، كورنر اللاين مان قريب جدا وشايف كورنر، في فاول مش كورنر، مدي فاول، مدي فاول، والفاول ده احسن من كورنر. كمال عثمان على بعد 5 ياردات، لازم يبعد 10 ياردات، لازم يبعد 10 ياردات، او بعد 10 ياردات، وهيرفع حملاوي وصغيره بياخدها مصطفى رياض ويرجعها، هوبا مفيش حد، مفيش حد، محمود عوض داخل جوه، داخل جوه، لعبه مصطفى حلوه ولعبها لجوه، لكن مفيش حد ياخدها. نمره 4 رضا الجمل بقى، ما انا بقول لك الجمل كان وينج يمين للترسانه، وده الاباك جايه من خصم ما تبقاش اوف سايد، عشان كده مشيت الشاذلي، في اتنين بيحلقوا عليه ويخشوا بيها الكورنر، يخشوا بيها الكورنر. 5 دقايق فاتوا، لكن في نشاط جدا من الترسانه، في نشاط وهجوم من الترسانه. الكورنر شفنا فاول باليمين، وادي الكورنر من الشمال هتترفع وحشه، لكن جت اوبا بره، بره صغيره قوي قوي لعبه الشاذلي، ما تخشش لا في عجيبه ولا في اي حد. في لاعب من السكه حديد اتخبط في رجله اليمين وطلع بره ورا الجول. رافت مكي حملاوي مصطفى منصور، حملاوي طويلة حلوة الباك اليمين حسن فريد على الأرض جميلة، الشاذلي جاء هنا في اليمين وهيشوط، لا لا ما يقدرش يشوط دلوقتي، خلاص خدها منه ومشي ومشي ومشي. كمال كمال عثمان إلى نمرة 14 يسري حلمي، على يمينه لمحسن، نقلتين ثلاثة، أول نقلة حلوة للسكة حديد، وفعلا وصلوا عند خط الباكات وبتتلعب قدام، وتاني بيرمي نفسه حسن علي عليها ويمسكها، أول طلعة للسكة حديد بعد 6 دقايق من ابتداء المباراة، وكان كل الهجوم في ال6 دقايق في صالح الترسانة. حسن علي إبراهيم يكن ومصطفى رياض، إبراهيم يكن ومصطفى رياض وقع في الأرض وخد إبراهيم يكن وبالعقل حلوة إلى نمرة 3 سيد مسعد، وتاني نمرة 9 عبدو عبد العظيم، مفيش حد ما يلحقهاش ما يلحقهاش، رضا برا حاول
حسن علي عاوز يدي الباك بتاعه يحيى سيد، واقف جنبه محسن عبد الغفار ما يقدرش يديله. رافت مكي لعبها بره، رافت مكي ما توصلش السنتر وفعلا خدت سكه حديد وهوب 14 شوطه بره ضعيفه. ابراهيم فرحات يمكن ده ادي نمره 5 بتعور السمني ومعاه محمد السيد مدرب السكه حديد بيجرب له رجله اهو. شفتوا انت قلت لك في لاعب من السكه حديد، هاي الكاميرا الحمد لله جابته نمره 5 وشفتوها كويس. ومصطفى رياض، شاكر عبد الفتاح، حملاوي ثالثه، الرابعه حسن فريد بقى ابدا، الرابعه جوه لمصطفى رياض، صلحها لمحمود عوض، هوبا بره اوت. 8 دقايق فاتوا، نتيجة تعادل 0-0 وفي ضغط متر سنة. ابراهيم ياكل لسه السمني بيجرب رجله لانه مش عاوز ينزل الا لما يشوف مع المدرب ومساعد المدرب الا اذا كان سليم. بيطلعها قدام عبدو عبد العظيم، بترجع الباك يحيى سيد، حسن علي، جول الترسانه على شمالك الترسانه ولابسه الفانيلا الزرقاء وخطوط بيضاء وشورت ابيض، سكه حديد لبس اخضر وخط احمر في النص، خدها سكه حديد. باك اليمين بيلعبها قدام هانس، حلوه واحسن من كورنر لانها مسافتها اقل وفي النص. وانا شايف ابراهيم فرحات طالع قدام ويسري حلمي جوه، والباك الشمال رخت طالع بيطلعها رافت مكي نمره 3. الباك نمره 3 هو سيد مسعد، هات وخد، لكن حسن فريد اقرب، حسن فريد اقرب وخدها فعلا حسن. وعلى الارض الحملاوي، حسن فريد تاني مزنوق انما هيقدر يتصرف. فاول دي بشوف يبعد قد ايه، مترين اتنين، شايف الشنكله وجنبه الخطوط اللي جوه دي يعني بتاعت ملعب هاندبول كره يد. كنت احب ان الخطوط دي الوقت فيه شرايط بلاستيك. شوف انت تهيألك دلوقتي ان دي محطوطه على خط من بتوع الكوره، لا ده خط في نص الملعب بتاع الهاندبول. لا طبعا في شرايط وفي حاجات بتتمسح وفي جير. والاوفر حلوه، مفيش حد ياخدها، مفيش حد ياخدها. عاوزه تروح لمحمود عوض ما تمشيش. محمود عوض بيلعبها صغيره للحملاوي اللي هيلعبها الناحيه الثانيه. شاذلي عاوز يدي مصطفى رياض وقت وخد بيجري ما تمشيش، ياخدها نمره 15 ابراهيم فرحات. السكه اداها اليسري الوينج الشمال ومفتوحه السكه مفتوحه قدام السكه. هي لسه مش اوت، يلعب ولعبها بره كورنر. اليمين ومحمد السيد الباك طالع عشان ياخدها. اتلعبت حلوه وحسن علي بيلعبها صغيره في النص، لكن لحسن حظه وقعت على رجل لاعب من الترسانه. اتلعبت اوام محمود عوض والشاذلي، مصطفى رياض ومحمود عوض بكعبه حلوه، العبها بره محمود ولعبها بره، لعبها بره بس هي بره قوي بقى لدرجه انها طلعت بره ايه الجول. احنا بنقول مش بره الملعب، بره يعني زملائه. فات 12 دقيقه ولسه مفيش اجوال، كره اجوال وخصوصا
ان الشاذلي جايب اجوال تقريبا قد النقط بتاعه الترسانه. مصطفى عجيبه، ابراهيم يكن، السمن الحمد لله نزل. واحد بيسخن نمرة 13، هنعرف مين لازم هينزل بدل السمني اللي هو الكفراوي. ماشي محمود عوض هيسحبه جنب مصطفى رياض. لا لعبة وحش، ابراهيم ياكن قطعها كويس وماشي بالعقل. ابراهيم ياكن جسمه كويس ويمكن منزل شرابه يعني الحاجة الوحيدة. صحيح الجزم بتاع الايام دي مش جامده زي ايام الجزم الكينجز والمانفيلد والقديمه بتاع زلمان. دلوقتي في اديداس وفي بوما وفي الحاجات دي طريه، اي نعم، لكن برضه مؤكد. الديبه بيشوف التغيير اهو، ونمره 12 مش 13، نمره 12 ده اللي نازل اللي هو الازاز. الازاز ده غير الازاز اللي كان من 7-8 سنين بيلعب في دمنهور. دمنهور كان فيها لاعب كويس اسمه الازاز، وحتى لعب نوبة لمنتخب. فالازاز رجع نزل بدل السمن. نمرة 3 سيد مسعد. برا اوت. هيبقى السكة حديد ورا محمد السيد والازاز وابراهيم ياكن وسيد مسعد. حملاوي مصطفى رياض بياخدها رضا الجمل ويديها للباك محمد السيد وياخد تاني منه هات وخد، ومحسن عبد الغفار ما يلعبهاش. وهو حسن علي بينط بياخدها من فوق دماغ ابراهيم فرحات. 7 الجمل، كمال عثمان لسه مع السكة حديد. كمال عثمان فاول على السكة. لعبة حسن فريد بترجع على طول لابراهيم فرحات ما ياخدهاش، ياخدها يحيى سيد على الارض لشاكر، على الارض لرافت مكي، مش لحد. نمرة 3 سيد مسعد، حملاوي، شاكر، ابراهيم ياكن سكة حديد بيطلعها. الباك بتاع الترسانة سيد. الازاز اول لعبة يلعبها ويقع في الارض وياخدها محمود عوض ويحطها جوه. جول جوه الجول. اول لعبة للازاز اللي نزل بدل السمني لسه ما لمسهاش الزحلة ووقع في الارض عشان ياخدها محمود عوض ويحطها بيمينه حلوة على يمين عجيبة. بعد 15 دقيقة الترسانة 1-0، وانا قلت لك انها ضغطة وبتلعب ونشطة والهجوم في صالحها. بعد 15 دقيقة محمود عوض 1-0 للترسانة.